ربعت عليكم بزاف ماشي غير شويه ولكن ظروف خاصه ما يمكنش ليا نمشي اسمحوا ليا ولكن راه قبل من رمضان غادي نمشي ان شاء الله اسمحوا ليا بزاف وصافي لان بزاف ديال الناس كيسولوك كيقولوا لي بغينا نشوفوك في دارك والله حتى انا ما كرهتش وحق الله العظيم ما كرهتش ولكن ما يمكنش ليا نمشي بوحدي انا لا بغيت نتبع كلامكم وداكشي اللي بغيت انا في خاطري غنمشي بوحدي ولكن ما بغيتش نمشي بوحدي دونك غادي نتسنى جاكم حتى نمشيو اونصومبل صافي يلا غادي نقدم لكم واحد السلطه خفيفه زوينه كتجيب ديك برميسال ديك سباغيتي اللي كنديروها في كنستعملوها غير في الحشو ديال الدجاج بسطيله ولا هكا انا كندير واحد السلطه كتجي زوينه ومعدنا اليوم 26 درجه ديال الحراره الجو سخون بزاف اليوم بزاف ماشي غير شويه وبغيت ندير هاد السلطه بارده كتعجبني كلشي المكونات ديالها كاينين في الدار وقلت علاش لي ما نديرها ونشاركها مع الاخوان والاخوات ما نطولش عليكم غادي نبدا معكم المكونات ديال هاد السلطه هادي قلت لكم المكونات هي هاد برميسال هادي ديال الروز انا اللي اخترت كاينه ديال الصويا كاينه ديال الروز الواحد يختار اللي بغى انا كتعجبني هادي ديال الروز هي هادي هكا وغادي نحتاج معاها الكروبيت ديروا اللي بغيتو نتوما اختياري انا كنوريكم دابا كنعطيكم غير الافكار كنقولها لكم دائما انا غندير فيها الكروبات لان انا عندي متوفر وغادي ندير فيها واحد حبه ديال مطيشه ها هي كيف ما كتشوفوا هاد لوكي دو بويو هاد المطيشه هادي زوينه بزاف وواحد هاد جزره او خيزو داك اللي موف في اللون ديالو ماشي مشكل حتى الاخر ولافوكا وواحد البسباسه وهاد الفريز هادو هما المكونات واحد اللوبيا عندي مسلوقه ديك اللوبيا الخضراء غادي نديرها من بعد مازال ما كملتهاش غادي نجيبها حتى هي نديرها ممكن ديروا بطاطا مسلوقه ديروا كاع الخضر ديروا التفاح تقطعوه الاناناس الكيوي فكرتكم في الكيوي غندير حتى الكيوي ها هو عندي هنايا وعندي الليمون البرتقال ها هما كنت غنساهم مع الخطوطين حدايا هنا قلت نديرو نهزهم خاصني نعطيهم لكم مع المكونات هما هادو وبالنسبه للخليط باش غادي نخلطها بهاد الصلصه هادي ديال الصويا ها هي هادي هكا باش غنخلطها لانها مالحه وحامضه في نفس الوقت مالحه وحامضه يعني ما غندير لا ملح لا خل وغندير معها زيت الزيتون طبيعه الحال ديال المغرب ها هي وغادي نبداو على بركه الله اول شيء غادي ندير غادي نسلق هاد سميتها هاد برميسال هادي يلا نخليها تبرد وغنسلق حتى هادو واحد السلقه خفيفه وغادي نهزهم ونتلاقى معكم كناخذ البسباس هكا وكنقطعو بهاد الطريقه هادي شرائح هكا يكونو رقاق في السمك ديالهم واخا كبار المهم يكونو رقاق باش يتندغو يعني ما يكونوش كبار على الفم بهاد الطريقه هادي هكا وبنفس الطريقه غادي ندير الطماطم حتى هي ممكن ديروا اختياري ديروا كاع الانواع ديال الخضر اللي كتعجبكم نتوما في هذا الصيف هذا كلشي موجود ديروا اللي بغيتوا الخضر والفواكه كتجي في هذا السلطه هذه كتجي زوينه بالخضر والفواكه خلي هذه وبالنسبه للجزر غادي نديروا هكا هكا نجرو كيبقى هكا شرائح رقيقين بهذا الشكل هذا ممكن ديرو حتى داك الاخر العادي عفوا داك الغونج ماشي مشكله مي متوفر عندي هذا دابا وغادي ندير الفريز حتى هو هكا غادي نقسمو غير على جوج هذه كبيره غنقسمها على ثلاثه شوفوا نتوما القياس اللي بغيتو وغادي نقطع دابا هاد الليمونه مع هاد الكيوي وغنتلاقى معكم من بعد ما قطعت هاد نقيت هاد الليمونه وهاد البرتقال عفوا نقطعها هكا يكونوا طريفات يعني باينين وفي نفس الوقت ما يكونوش كبار على الفم لي يدخلوا يتكالوا يجوا صغار يعني في الماكله ديالهم الكيوي حتى هو نفس العمليه هكا ودابا لافوكا حتى هي
هكا خليوها حتى هي غليظه بالطريقه هذه. كتجي فيها زوينه هاد السلطه هذه، كتجي فيها زوينه لافوكا مع كتطلق هذيك المالمه ديالها كتجي زوينه. هذا غندير لكم به واحد الوصفه، هذا غندير لكم به واحد الوصفه اللي بغات تطول شعرها. كنحاولوا كاع نخويوها دوما المكونات ديالنا. دابا غادي نمشيو للفرميسال ديالنا والكروفيت، غادي نوريكم دابا كيفاش غلا. كما كتشوفوا غادي نوضع فيه دابا هاد فرميسال هكا، غادي نخليها شويه غتغلى تغلى فيها مزيان باش غادي نبغي نبدا نقطعها. مزال شويه تغلى واحد جوج ولا ثلاثه ديال الدقائق صافي، وغادي نطفي عليها ماش نخليها حتى تترخى بزاف بحال كيف ما كنديروا ليها سميتو البسطيله ولا هكا. نخليها شويه شاده راسها مثال صافي. دابا ها هي واجده، غادي نطفي عليها، غادي نطفي عليها وغادي نضيف ليها في نفس الوقت هاد الكروفيت اللي منقين هكا، وغادي نطفي النار. صافي النار طفيتها هانتوما لانه هما دغيا كيطيبوا غير بالبخار صافي. وغادي نحرك واحد جوج تحريكات هكا وغادي نصفي دابا كلشي. صافي غادي ندير دابا شي سميتو شي كسكاس وغادي نصفيها. بديت كنقطع، راه قطعتها بالمقص في الداخل ديالها هاد الفرميسال هادي. صافي دابا غادي نصفيها. هنا من بعد ما صفيت هذيك الفرميسال مع هذيك الكروفات ها هي هنايا، غنخليهم حتى يبردوا هاد باش غادي نخلطهم مع هاد المكونات هادو. والصلاد ها هي هنا، غسلت هاد الجرجير مع هاد الخص ونشفتهم شويه تما باش غادي نديرهم مع السلطه ديالنا. غنتسناو دابا حتى تبرد لينا هاد السلطه هاد الفرميسال عاد باش غادي يمكن لينا نخدموا بها. ما يمكنش نديرها وهي سخونه فوق هاد المكونات هادو لان غتحرق ليا كاع هذاك الشيء كلشي اللي كاين بارد وما غتبقاش الشلاضه بارده غتولي سخونه. دونك غنخليوها شويه بهذا الشكل هذا. بين ما لبال المية ما غتبرد غنوريكم هاد الوصفة ديال لافوكا، نوريكم كيفاش ديروا ليها باش تستعملوها. الا استعملتوها باستمرار كتطول والله البنات بالتجربة، انايا جرباها راه كاينه عندي قلتها شي مرة ونديرها لكم، ولكن دابا جات المناسبة غادي نديرها معكم. انا كنستعمل لافوكا بزاف في الصيف، انا غادي نغسل هاد ديال لافوكا دابا وغادي نتلاقى معكم. هذا هو العظم ديال لافوكا، غسلته مزيان حيدت ليه كاع ديك لافوكا اللي دايره به، وغادي نفكو هكا. شوف راه رطب ما قاصحش، انا كنت كيصحاب لي واش قاصح في الاول قبل ما نستعملو. انايا كنت كنعرف كيجيني قاصح ولكن هو راه رطب دغيا. عرفتوا هاد البنات هادي والله القسم الى وصفه انايا مجرباكم، عارفين انا ما كندير حتى شي حاجه الا لما كنت مجرباها واثقه منها، راه كنديرها سنين وهي عندي هاد الوصفه كنديرها لشعري. هانتوما كنحكو ها هو شفتو راه ابيض، وانا غادي نستمر دابا في الحكان غتشوفوا كي غيولي اللون ديالو هذا، غادي يولي اورانج بحال الكروبات ليموني ولا احمر غتولي فهاداك اللون ديالها، وهي غاده وهي كتغير. هانتوما شوفوا ها هي غاديه وهي كتغير في اللون ديالها. حتى نكملها اوكي. هانتوما شوفوا الفرق دابا، هنا ابيض وهنا كيدير اللون شفتو، غتبدا غاده وغاده تحمر.
دابا غادي نخليها هكا في هذا البلاطو. هانتوما شوفوا الفرق كيبان لكم، كتحمر دغيا، مازال غتحمر، غتحمر اكثر، تتولي حمراء بحال البرتقاله من الفوق ولا بحال الكالامار. ها هي شفتوا هنايا، شفتوها مازال كيما قلت لكم غادي يحمر كله هذا. غتخليوها دابا هكا حتى تنشف تيبس تماما، ما ديروهاش في الشمس في الظل. كنخليها انا هكا جنب حتى تيبس مزيان، ملي كتيبس كنطحنها، كنطحنها وكندير معاها زيت الزيتون، زيت العود، كنسخنها غير شويه هذيك زيت العود. ملي كتسخن ليا واحد شويه كنحيدها، كنخليها حتى تبرد، وكنضيف ليها هذه مطحونه مزيان، وكنديرها في واحد القريعه صغيره ديال الدجاج، وكنحركها مزيان. ومره مره كنبغي ندوش كنديرها قبل لشعري، وكنخليها واحد ساعه ولا ساعه ونص ولا ساعتين على حسب الوقت ديالي. الا درتها في لابريميدي من بعد الغداء كنديرها، وكنخليها حتى العشيه، وكندوش عاد كنعس. ها نتوما شفتوا كي غادي وكتحمر. هذه راه واحد الوصفه خطيره، حاولوا تجربوها، ما غتخسروا حتى حاجه. الا كليتوا لافوكا غادي غتلوحوا العظم ديالها، الا ما غرستوش غديروا ليها الطريقه هذه. اوكي، المهم نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الوصفه حتى هي، وردوا عليا الخبر في هذه الوصفه اللي كديرها. تجاوبني الا كانت كديرها شي وحده في الاخوات اللي معنا في القناه. صافي، هنا دابا غادي نضيف من بعد ما بردات غادي نضيفها على هذا الخليط هذا ديال هذه الفواكه والخضر اللي عندي هنايا بهذا الشكل هذا هكا. وغادي نضيف عليها هذه اللوبيا، ها هي قلت لكم عندي اللوبيا مسلوقه هكا، كتجي زوينه فيها الزيت. معليش غادي نحتاج الزيت. وعندي هنايا هاد الصلصه ديال الصويا اللي قلت لكم غادي ندير منها واحد شويه، شويه ماشي بزاف، تقريبا شي معلقه كبيره. راه هي كيما قلت لكم مالحه وفي نفس الوقت حامضه هاد الصلصه هادي. وغادي ندير هنايا زيت الزيتون. صافي، وغادي نحرك كلشي هاد المكونات. كتجي هاد الصلصه واعره، غير جربوها وردوا عليا الخبر، كتجي هائله. هذيك الصلصه هاد لاصوص كتدخل الفيرميسيل مع هاد المكونات، كتعطيها واحد المذاق زوين، ومع الكروفيت. وديروا الكالامار سلقوه الا بغيتوا حوت اخر، شي شرائح ديال اي حوت عندكم سلقوه ولا بخروه يكون بارد، وزيدوه حتى هو مع هاد المكونات. لافوكا اللي كتنسمها اكثر، لافوكا كتعطيها واحد المذاق هائل، يعني كاع المكونات كيجيو معاها هكا. ممكن ديروا المايس الا عندكم داك الذره، حتى هو الا بغيتوا تكثروا الالوان ناصفوهم. صافي، دابا بقى لي الا التقديم ديالها، غادي نقدمها في واحد الطبق. ناخذ واحد الطبق هكا ودرت فيه الخص وجرجير بهذا الشكل هذا، وغادي نوضع عليهم هاد السلطه ديالي بهذه الطريقه هذه هكا. واللي بغا كيهز كنخليها هكا مخلطه، اللي بغا كيهز ويحط في الطبق ديالو، ولا كديروا طبيصلات صغيورين مثلا الا كان عندكم الضياف ولا شي حاجه. اللي بغا دير الجبن الفرماج ديروا فيها حتى هو، ماشي مشكل، اللي كيعجبها ديروا مع هذا الشيء. انا عندي بزاف ديال المكونات ما غاديش نديرو. وهذا هو الشكل النهائي ديال السلطه ديالي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتشجيعاتكم القناه كوتشينا مينا بجام، باش يوصلكم دائما الجديد. واللي اول مره كتزور القناه ديالي تبارطاجي مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالها. ونتمنى تكون فدتكم في هذا النهار بهذه الوصفه البسيطه اللي تقاسمتها معكم، غير باش نبقى مره معكم على اتصال وصافي، لانكم راكم عارفين انني مسافره وبزاف ديال الحوايج ممكن نديرهمش كوميسي ديبي كما كيقولوا، يعني كيف ما خصهم يكونوا. لهذا كنتقاسم معكم هذه الحوايج البساطين، نتمنى يكونوا عجبوكم وتجربوهم حتى نتوما في البيوت ديالكم. وسيرتو هذيك ديال لافوكا راها خطيره، غديروها البنات وردوا عليا الخبر. يلا الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.